ينضم إلينا من جدة وائل أبو منصور مدير استديو تلفاز 11. سيد وائل حياك الله معي في النشرة الرابعة من الرياض، ونبارك لكم هذه الاتفاقية أولا. وش تفاصيلها في البداية؟ شكرا جزيلا للاستضافة، والله يبارك فيك. هذه اتفاقية وقعناها مؤخرا مع نيوم. تلفاز 11 لديها خطة توسع كبيرة وطموحة في 3 سنوات القادمة. وجدنا أنه نيوم شريك استراتيجي أثبت قدرته التنفيذية على الأرض ومن خلال إنتاجات سابقة، واليوم إحنا ضمن خطتنا في التوسع هذه وجدنا أنه هذه الشراكة مع نيوم في وقتها المثالي، خصوصا أنه الصناعة اليوم صناعة السينما بشكل عام وتلفاز أحد اللاعبين الأساسيين في هذه الصناعة، توفر بنية تحتية واعدة جدا أثبتت فاعليتها في السنوات القصيرة الماضية، وبالتالي وجدنا أنه نيوم شريك استراتيجي في الوصول لأهدافنا في المستقبل القريب إن شاء الله. طيب، هذه الشراكة تعني أنه هذه الأعمال ستصور في نيوم، وجزء من هذه الأعمال أيضا السينمائية والتلفزيونية؟ صحيح صحيح، هو إحنا نحاول أن نستفيد من البنية التحتية اللي أسستها نيوم. في اليوم أنت تتكلم عن مصادر طبيعية ملائمة جدا لكثير من الأعمال، تتحدث عن ساوند ستيجز مؤسسة على أعلى طراز، بالتالي ممكن تصنع فيها أي فيلم بأي قصة وأي نوع، وهذه كلها يعني تحفز الصناعة، خصوصا أنه ما لمسناه في نيوم هي سرعة اتخاذ القرار وفاعليته على الأرض، وهذا اللي دعانا أنه نخطو هذه الخطوة مع نيوم. ممتاز. إذا تكلمنا على 9 أعمال في 3 سنين، مفترض أنه كل عام نتحدث عن 3 أعمال ما بين تلفزيونية أو سينمائية. يعني بشكل تقريبي نعم، ممكن يعني زي ما يقولوا بشكل تقريبي ممكن الحديث عن هذا الشيء، وطبعا بلا شك إحنا ننمو مع الصناعة، نشهد اليوم يعني نمو كبير جدا في الصناعة خصوصا في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، والسوق جاهز لاستيعاب هذا العدد. ما زالت هناك تحديات بلا شك، تحديات على جميع أطراف الصناعة، ولكن في خطتنا الطموحة هذه نسعى إلى أن الوصول إلى هذا الرقم بإذن الله إن شاء الله. وش هالتحديات يعني اليوم، وكيف ستذلل هذه التحديات اليوم بشراكة مع نيوم؟ وأسأل أيضا كذلك في هذا الصدد، أنه وش المتوقع والأثر بعد ذلك، بعد هذه الاتفاقية على التلفاز 11؟ صحيح، تحديات عديدة. أنت تتحدث عن صناعة وليدة ولكنها تنمو بشكل متسارع، فعادة في النمو المتسارع هذا يصاحب يعني مو بالضرورة الاستجابة للتحديات تكون سريعة جدا. ما تحقق نيوم من خلال هذه الشراكة إنها بتساعدنا من خلال العديد من الحوافز، العديد من البنية التحتية، تدريب مواهب جديدة ممكن الاستفادة فيها في مشاريعنا، فبالتالي ممكن أننا نتسارع في نفس الوقت ننفذ أعمالنا بالكفاءة المطلوبة. بنشوف أفلام مثل سطار؟ بلا شك بلا شك، إحنا من ضمن الأعمال القادمة اللي نعمل على تجهيزها، فيلم من إنتاج تلفاز، وإن شاء الله يتفوق على سطار في كل المعطيات. سطار كانت تجربة جميلة للأمانة يعني، وتجربة أثبتت أنه الصناعة السعودية السينمائية جاهزة لاستقبال منتج جيد. اليوم عندنا مشاهد وسواء في السينما أو في المنصات جاهز لمكافأة أي عمل يصنع بشكل جيد قريب يلامس الذائقة المحلية عبر قصصنا اللي نرويها بأنفسنا، فبالتالي إحنا طموحنا كبير جدا، وإن شاء الله نعمل على فيلم يكون تجربة مختلفة عن سطار وتتفوق عليه إن شاء الله، وفيها نفس النبض ونفس الصوت. يعني يمكن إحنا شوي تعودنا في تلفاز 11 أنه أغلب الأعمال إذا ما كانت كلها يعني هي أعمال أقرب إلى الأعمال الكوميدية، فإحنا هل الآن بيكون في تغير مثلا في نوعية الأفلام، نوعية صحيح. أيضا المسلسلات التي ستقدم؟ بلا شك هذا سؤال مهم جدا، وإحنا ما في شك أنه الأعمال الكوميدية هي الأقرب للمشاهد سواء في السعودية أو حتى في الوطن العربي، ولكن من مصلحة الصناعة وإحنا من مصلحتنا الاستراتيجية أيضا في تلفاز 11 أنه نخترق ألوان وأصوات جديدة،
وأشكال سينمائية وتلفزيونية جديدة، سواء في الدراما، سواء في الثريلر، سواء في الرعب، سواء في الأكشن. ولأن الصناعة ككل لا يمكن أن تصمد وتتقدم وتزدهر من غير اختراق هذه الجوانب الأخرى، بالإضافة للكوميديا. الكوميديا قد تكون منطقة راحة للسينما في السعودية بشكل عام، لكن حتى نستطيع أنه نشارك في صناعة سينمائية شاملة، واجبنا أنه إحنا نعمل على أعمال صناعة سينمائية، ليست وحتى فقط أيضا حتى كوميدية. صناعة في خلينا نسميها الأفلام القصيرة، مثل اللي كان في الخلاط بلس اللي عرض على نتفليكس. أيضا أشكرك جزيلا الشكر، نتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا، ومنتظرين إن شاء الله هالأعمال القادمة قريبا إن شاء الله من جدة. وائل أبو منصور مدير استديو تلفاز 11، شكرا جزيلا لك.